بيه. تحب الأخرى تاني؟ تفضلوا متشكرين قوي. متشكر قوي يا جماعه والله. الف شكر. سعيد جدا. انا عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يابا؟ ايه يعني ما مش كده ولا ايه؟ ايه ما ينفع ادخل ولا ما ادخلش؟ لا يا ابني ادخل. ما خلاص مش اتزفيت. تم تا 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 تم تا تا. خدش ابقى مني لو قامت لك قومة جوه وخلفت الشحلية خيارات كده. ده ما كان نفسي. ده ما كان نفسي تاخد واحدة انا راضي عنها وتخلف منها حناوي صغير. يعني انا مش فاهم يعني انت راضي عنها يعني هتجيب لك حناوي صغير واللي مش راضي عنها اللي هي دي هتجيب لك شمبانزي؟ ما هتجيب لك برضه واد صغير كده برضك يبقى اسمه حناوي برضه الصغير كده ويمشي يدقلج لك كده ويقول لك جدو ايه كاكا كده ويملى الدنيا علينا وساخ. انا مش عارف انت لفيت عليه ازاي وكلتيه وفلخت عقله. انت اللي زيك زمان لو كنت شفتك ما تاخديش معايا غير اوعى كده على طول خطوه واحده خطوه كده. بس يابا بس خلاص تاني. انت بقى عيب. الله ابويا ما ينفعش نتكلم. ابويا الله قلبي ووش رجلي غضبانين عليك. يابا قلبك ووش رجلك ايه وانت داخل تشوف بلن؟ على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك. وبرضه مش هنسى تحريك لفرحك يا كفكر. مش هنسى تحريك لفرحك. ابوك يا عريس في قلبك. اتدرب يا ابن الكلب يا واد. شد عليك جوه. ايوه
حصل خير حصل خير. أنا آسف والله بس يعني عروستي لا 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 عارف كتاب في صندارة رأس أفران شرشارة من كتر ما في قلبي بوز نجلد غير أفون وزارة وزارة برافو حلو عامل النطري قلبي يا بطوانة وانا مالي أنا آسف يا حج إنما مضطر أصرحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ أقعد يا حج وأنا هفهمك كل حاجة. أقعد دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده بلد accumulation in the brain. يا نهار اسود وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن يا حاج افهمني اللي هي تجلد دموي تجلد دموي يا نهار يا هيفضل في الكومبونيشن وتجلد دموي تجلد يا حاج تجلد دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه فهمني؟ إحنا بعد العلاج إن شاء الله يدوب يا ما تدوبش لا ما فيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور ابنك تعبان يا حاج لا مش تعبان يا دكتور لا ابنك مجنون يا حاج خف من بوعك يا دكتور ما فيش حاجة اسمها الكلام ده ابني مش مجنون ابنك مجنون يا حاج وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال ابني مش مجنون ابني في منتهى العقل بمئة ألف جنيه ايه ده؟ انت جاي ترجيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور خليهم 170,000 جنيه اقول ايه زمايلي وتلامذتي واقراني ايوه كده 180,000 جنيه ومكانتي العلمية 200,000 جنيه وضميري 23 جنيه لا لا يا حاج لا يا حاج لا 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 نص مليون جنيه نص مليون جنيه نص مليون جنيه اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها حلوه الصيغه دي حلوه ها بس بشرط اؤمر يا حاج قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس تعالى شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس ابن كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطة يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقلية ولا عتب العتبة بتاعتها حتى اتفقنا؟ الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي كل شيء لازم يرجع زي ما كان لازم يتمتع بكل قرش عمل